اخواني اخواتي، جبت لكم مكاتب فاخره. هاد المكاتب اللي الاسم ديالها مكاتب الغالي، اللي كتواجد في موقع سونترفيل في مدينه فاس، والموقع راقي. هاد الموقع بالنسبه للانسان اللي غادي يدير بيرو ديالو، غادي يجي يشوف في سونترفيل هاد المكاتب الفاخره. اللي بغى لي كوميرس كاينين، واللي بغى الطوابق ديال المكاتب موجودين، وجاي على الشارع الرئيسي اللي قبلت مصحه القدس المعروفه في مدينه فاس. بالنسبه لهذا الموقع التجاري الحي، الغومبلاسمون ديالو قريب من اسيما اللي في سونترفيل اللي قريبه الولايه، وقريب من حي السعاده. هذا هو الشارع خوتي اللي كتشاهدوه معايا الان. كيف ما قلت لكم، اي مكتب حليتوه هنايا رائع. كنوريكم الواجهه من على برا، وكنوريكم الحي. اما بالنسبه خوتي النيميرو ديال التليفون ديال صاحب هاد البيرويات، غادي تواصلوا معاه مباشره باذن الله. هاتفوه اللي بغى شي حاجه الله يسخر له، وغادي ندخلوا على بركه الله باش تشوفوا المكاتب من الداخل. المكاتب اللي مجهزين باحدث التجهيزات، كتشوفوا تبارك الله دخيل هذا الباب بالرخام، وهذه النوعيه ديال الباب الكبير كتشوفوه بالجاج. كلاس هانتوما، رائع خوتي. وكتشوفوا هاد الديزاين ديال هاد المهندس اللي صمم تبارك الله هاد التصميم ديال هاد المكاتب اللي جايين مزيونين، فيهم باركينغ ديال الطوموبيل، فيهم لاسانسور. وغادي نذكر لكم كل مساحة ديال هاد البيرويات والمساحة ديالها والأثمنة. وعلى بركة الله يلا نطلعوا مباشرة باش تشوفوا معايا هاد المكاتب الجميلة. يلا طلعنا الان باش تشوفوا البيرويات، يعني باش تشاهدوا الفيديو كامل ديال هاد لي بيرو. هاد لي بيرو خوتي اللي كتشوفوهم معايا عندهم مساحات مختلفه. بالنسبه كاين هذا اللي عنده جوج ديال لي فاصات، فيه 105 ديال المتر، بقات فيه الطبق الثاني والطبق الثالث، هادو بجوج اللي مازالين كيتواجدوا بحال هاد الشكل هذا، يعني تباع البروميير ايطاج والدوزيام، البروميير ايطاج اللي تباع. اما اخواني اخواتي، بالنسبه للمتراج الثاني اللي غادي نوريه لكم حتى هو، هنا كتشوفوا الاطلاله ديال هذا ديال الدوفاصات، جاي على الشارع الرئيسي اللي وريتكم في بدايه الفيديو، كتشاهدوه معايا. موقع جميل طه حسين اللي كيتواجد في هذا الشارع، الاسم ديالو انفاس الفيلاس. بالنسبه للمساحات الاخرين، يعني مساحات الصغار، كاين ديال 79 متر، وكاين ديال 74 متر، وكاين ديال 72 متر، وكاين ديال 68 متر. هادشي كامل الاثمنه ديالو كتبدا ابتداء من 9000 درهم للمتر. وهذا اللي عنده جوج ديال الفراسد، هو الثمن ديالو 10500 درهم للمتر. اخواني اخواتي، اللي بغى الكراجات، كاينين هادو اللي على الشارع الرئيسي، فيهم 44 متر اللي كتواجد قلبية التيتر، يعني جوج ديال الكراجات فيهم 44 44، الثمن ديالهم 16500 درهم المتر. اما بالنسبه كبير اللي فيه 145 متر، حتى هما بنفس الثمن 16000 درهم و500. بالنسبه اخواني اخواتي اللي جايين في الدوره اونفاس لا كلينيك، هذوك 13500، ودائما الثمن قابل للتفاوض.